بسم الله الرحمن الرحيم، احمد الله رب العالمين، الحمد لله الذي شاكرين الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ويقدر الله، وصلاه وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، مع النص الشعري باسم الجده، مما لا شك فيه اننا جميعا نعرف فضل الاجداد في بيوتنا، فهم مصدر العطف والحنان والرافه، يلجأ إليهم دائما الأحفاد كي يشكو إليهم من غلظة وقسوة الآباء والأمهات، فيجدون عندهم الصدر الحنون، ويجدون عندهم التأييد والعون عند الحاجة وتأييد الرأي والذهاب مذهب الأحفاد الصغار. استشعر هذا المعنى الشاعر أحمد شوقي فألف قصيدة رائعة تعبر عن مدى امتنانه ومدى امتنانه ومدى تقديره وتوضيره لجدته. أحمد شوقي في البداية، في كما تعودنا دائما عند دراسة أي نص لابد أن نشير في البداية إلى عنوان النص، نشير ثم نشير إلى اسم الشاعر ونبدأ مختصرة عن الشاعر، ثم نشير إلى الغرض من القصيدة. الغرض من إيه؟ من القصيدة. قصيدة كما تحدثنا أنها باسم الجدة، باسم إيه؟ الجدة. ثانيا الغرض، الغرض هنا المدح، مدح صفات الجدة. غرض القصيدة هنا المدح. ما العاطفة المسيطرة على الشعر كما تعودنا؟ اسم الشاعر، اسم الشاعر. الغرض من القصيدة، الغرض من القصيدة، العاطفة المسيطرة على ايه؟ على الشاعر. ثم نتحدث عن القافية وسوف نشير إلى معنى القافية الآن. إذا النص باسم الجدة، الغرض من القصيدة المدح، المدح، ثم العاطفة المسيطرة على الشاعر، العاطفة الإعجاب والتوقير والاحترام والتقدير للجدة. القافية تحدثنا قبل ذلك في حصص النصوص الشعرية السابقة عن القافية، وهي الحرف الأخير بحركته. شوف هنا، أبي مذهبي لم ترضبي المؤدبي. هنا الياء المكسورة أو الباء المكسورة، نوع الشاعر في هذه القصيدة بين قافيتين، لأن الشعر هنا ينتمي إلى مدرسة الشعر الحديث، والذي تلجأ إلى التنويع بين القوافي في القصيدة الشعرية الواحدة. في البداية نتحدث عن الشاعر أحمد شوقي. أحمد شوقي له لقب مشهور، هو أمير الشعراء ومن أشهر شعراء العصر الحديث على الإطلاق. ولد هو مصري الجنسية، ولد بمصر عام 1868. له ديوان مشهور يضم معظم إنتاجه الشعري، وهو الشوقيات. نص الجدة هذا من ديوان الشوقيات، وتميز أحمد شوقي بالحكايات الشعرية، حيث أنطق فيها الحيوانات والنباتات والجمادات، ويتميز أسلوبه بالوضوح والسهولة، بالوضوح والسهولة. في هذا النص يقول: لجدة ترأف بي أحنى علي من أبي، وكل شيء سرني تذهب فيه مذهبي، إن غضب الأهل علي كلهم لم ترضبي، مشى أبي يوما إلي مشية مؤدبي، أضبان قد هدد بالضرب وإن لم يضربي، فلم أجد له مني غير جدتي من مهربي، فجعلتني خلفها أنجو بها وأختبي، وهي تقول لأبي بلهجة مؤنبي: ويحا له، ويحا لهذا الولد المعذب، ألم تكن تصنع ما يصنع إذ كنت صبي. هذه القصيدة بينا في هذا الدرس اسم الشعر، اسم القصيدة، الغرض الشعري، العاطفة المسيطرة على الشعر. ثم تكلمنا أيضا في البداية عن فضل الأجداد في بيوتنا ووسط أهلنا، ثم قرأنا القصيدة. وجزاكم الله.